نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي تمتد حتى الأول من يونيو المقبل. تهدف المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. فمنذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها. وقد أشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الأعباء عنهم، كما أشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توافر السلع في قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية تشارك فيها. طبعا فكرة مد المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها، طبعا كل ما بتمتد كل ما بتبقى بنستفاد منها. المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار عشان الناس تقدر تستفيد بالأسعار وتبقى العيشة عيشة كريمة وكويسة. يا ريت تكمل بقى يعني شهرين ثلاثة كده لحد العيد الكبير إن شاء الله الأسعار تبقى كويسة يعني إن شاء الله. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مديرية واصلت توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة، سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ أو السرادقات أو من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع. كل حتة السلع بننزل نلاقيها، مفيش سلع ناقصة، لا السلع الحمد لله متوفرة بشكل كبير جدا، وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني ان احنا نلاقي السلع. بقالي فترة باجي والمبادرة شغالة، بلاقي فيها حاجات كويسة جدا ودايما باخد منها، ولسه كمان دلوقتي حالا واخدة مكرونة ورز وحاجات منها برضه. المبادرة نجحت وكل الأسعار نزلت بصراحة، والحمد لله في ناس بتشتري كتير وكل حاجة تمام 24، مفيش أي شيء. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. الحمد لله المبادرة كويسة والأسعار كويسة قوي، بقت تتخفض والحمد لله. احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا. احب اقول لوزارة الداخلية طبعا انهم شاكرين افضلهم طبعا على المجهود المبذل في هذه المبادرة، وان يعني اتمنى منهم واتمنى من الله التوفيق انهم يدعمونا دايما في مبادرة كلنا واحد. وتستمر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. وتستمر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 22 بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 60%، في ظل توجيهات القيادة السياسية باستمرار هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة من ضبط 229 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 27 طنا خلال 24 ساعة. كما تم ضبط طنين من الأسمدة الزراعية في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط قرابة 16 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 9 أطنان دقيق مدعم. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 333 قضية من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة المساجد، أعلنت وزارة الأوقاف العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية. كما أعلنت الأوقاف السماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءا من الأحد القادم وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن. أن اليوم من مسجد السيدة نفيسة، والمسجد الآن ونحن نتحدث مفتوح وسيؤدى في درس العصر، وسيتم تطبيق النظام من اليوم بمسجد السيدة نفيسة. وأنا سألتهم ماذا كان حال المسجد قبل جائحة كورونا، قالوا كان المسجد يتم افتتاحه الساعة 9 صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، ثم يفتتح قبل صلاة الفجر بوقت كاف لإقامة الشعائر صلاة الفجر. فقلنا ما كان يتم قبل جائحة كورونا هو ما سيتم بإذن الله تعالى. هل ده المسجد السيدة نفيسة وحدها؟ لا طبعا، كل المساجد الكبرى والجامعة سيطبق ذلك على مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد الفتح برمسيس، مسجد النور بالعباسية، مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، مسجد الموسي أبو العباس بالإسكندرية، مسجد السيد البدوي بطنطا، مسجد إبراهيم الدسوقي بتسوق. كل المساجد الكبرى والجامعة التي كانت تفتح ستفتح بهذا النظام. وجه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بفتح المساجد والعودة إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لتوضيح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية، أشاد بجهود الرئيس السيسي في الاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين. إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بما نحن بشأنه، وتوجيه سيادته بسرعة العمل على عودة المساجد إلى طبيعتها وفتحها أمام الراكعين والساجدين والذاكرين وعمارتها بدروس العلم. كما أتوجه أيضا بكل الشكر والتقدير لسيادته على اهتمامه بعمارة المساجد مبنى ومعنى، وما كان من توجيهات سيادته في عمارة المساجد وبخاصة المساجد الكبرى ومساجد آل البيت نراه جميعا رأي العين. شارك اللبنانيون بالخارج في المرحلة الأولى للانتخابات النيابية بالإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع بمصر وتسع دول آسيوية لاستقبال 30,929 مقتربا لهم حق المشاركة في التصويت. ويتوزع المقتربون في الدول العشر على 13 مركزا انتخابيا بها 77 لجنة فرعية للاختيار من بين 103 قوائم تتنافس في الانتخابات النيابية التي تعقد كل 4 سنوات لانتخاب 128 نائبا في مجلس النواب اللبناني. يكون عدد النواب مناصفة بين المسلمين بطوائفهم والمسيحيين بطوائفهم.
وفي القاهرة استقبلت السفارة اللبنانية جاليتها في مصر للمشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات النيابية اللبنانية بالخارج. كانت السفارة اللبنانية قد فتحت أبوابها منذ 7 صباحا لاستقبال الناخبين في سفارة لبنان بالقاهرة والقنصلية بالإسكندرية. وسط أجواء تنظيمية استقبلت السفارة اللبنانية بالقاهرة مواطنيها من الجالية اللبنانية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات النيابية موزعين على سفارة لبنان بالقاهرة والقنصلية بالإسكندرية. عدد المسجلين للانتخاب في القاهرة هو حوالي 569 والمسجلين في إسكندرية 140 فيكون المجموع 709 مسجل. كلنا أمل بأن تأتي الانتخابات بإطلاق ورشة سياسية واقتصادية قد تجد حلول للأزمة، خاصة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان. أكيد في تطلعات أو في أمال هن حاطينا من خلال إدلاء بصوتهم لتغيير، يعني لمسناها مع أغلب الأشخاص، يعني كنا عم نسألهم أنه هل أنتم مع التقليديين رح تصوتوا للتقليديين أو للتغييريين؟ قالوا لنا كلهم أو الأغلبية إذا بدك نحن بدنا أنه يصير في تغيير، بدنا يتحسن الوضع خاصة نتيجة الظروف اللي هلأ بلبنان الاقتصادية والسياسية والوضع العام ككل، فكلهم بيطمحوا أو بهمهم أنه يصير في تغيير. الناخبون اللبنانيون توافدوا على صناديق الاقتراع بمختلف فئاتهم وأعمارهم لاختيار قائمة ضمن 103 قوائم وسط تطلعات بتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتحسين المستوى المعيشي لهم ولأطفالهم. كل اللبنانيين اليوم جايين ليغيروا ويقولوا كلمتهم اليوم لتتحسن الأوضاع أكثر بلبنان. طبعا أكيد لازم شارك بالانتخابات على أمل نساهم بتحسين الوضع بلبنان ويبقى لبنان بتقدم ونخلص من هالظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها البلد. يعني إذن لبنان على موعد مع ماراثون انتخابي يأتي ضمن استحقاقات انتخابية هامة تنتظر وضعه على خارطة طريق جديد يحقق آمال وتطلعات شعبه الشقيق. محمود جميل، التلفزيون المصري. هلأ لازم الكل ينزل وينتخب ويدلي بصوته. بضرورة ذلك أنا بدعي هلأ هون عبرك على الجميع أنه يكون في كثافة بالاقتراع ولازم كل واحد يعبر عن رأيه. نحن ضمن إمكانياتنا والوسائل العمل اللي عنا وصلاحيات المنصوص عنا بالقانون عم نقوم بالواجب. هذا وشدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المغتربين بالانتخابات النيابية. وأشاد الرئيس اللبناني بالجهود التي بذلت لإتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات، وأكد عون على أنه على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب لمتابعة تطورات عملية الاقتراع في الدول التي تجرى فيها الانتخابات. أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام ملاوي أن مشاركة اللبنانيين بالخارج في الانتخابات النيابية تعد مؤشرا جيدا على الرغبة في التغيير. وفي تصريحات له شدد ملاوي على أهمية إنجاز الاستحقاق الدستوري اللبناني بالداخل في موعده بمنتهى الشفافية، وأكد على الانتهاء من التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في الداخل.
أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرونبرغ عن ترحيبه بإطلاق التحالف العربي سراح أسرى من قوات الحوثي، إلى جانب إطلاق سراح متبادل للمعتقلين من قبل الحكومة اليمنية وقوات الحوثي. وحث غرونبرغ الأطراف اليمنية على الاتفاق على تفاصيل إطلاق سراح المعتقلين، هذا وقد وصلت دفعات من الأسرى من قوات الحوثي إلى مطار عدن اليمني ضمن المبادرة الإنسانية للمملكة العربية السعودية في إطار الهدنة الأممية. وكان التحالف العربي قد أشار إلى نقل الأسرى من قوات الحوثي جوا إلى صنعاء وعدن عبر 3 مراحل. أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 40 شخصا من الجنود والمدنيين بنيران قوات الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن منذ بداية سريان الهدنة الأممية في 2 أبريل الماضي. وأوضح الجيش اليمني أن الخروقات طالت مواقع الجيش والأحياء المكتظة بالسكان داخل المدينة والمناطق والقرى المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين في ريف تعز. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقا للخطة والجدول الزمني. تصريحات بيسكوف جاءت تعليقا على تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن حدوث تأخير في العملية الخاصة في أوكرانيا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يمكن لأي عقوبات أن تحطم إرادة الشعب الروسي. وشدد لافروف خلال مراسم وضع الزهور على اللوحة التذكارية لتخليد ذكرى قدامى المحاربين بالخارجية الروسية على أن الشعب الروسي يعتزم الدفاع عن الحقيقة التاريخية وحماية مصالحه المشروعة. وأضاف لافروف أنه يجرى حاليا تحديد مصير العالم وهل سيكون أحادي القطب، مؤكدا أن بلاده ترغب مع الغالبية العظمى من دول العالم في وجود نظام عالمي عادل. قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها أصابت مستودع أسلحة بالقرب من مدينة بوباسانا بشرق أوكرانيا، وأصابت 31 منطقة تنتشر فيها القوات الأوكرانية. وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز Su-27 بمنطقة لوهانسك، وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تدمير مخزن كبير للذخيرة بمدينة كراماتسورك بشرق أوكرانيا، فضلا عن إسقاط دفاعاتها الجوية طائرتين حربيتين أوكرانيتين، إحداهما من طراز Su-25 والأخرى من طراز Mi-29 بمنطقة لوهانسك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي سايتيف إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية بأوكرانيا. وأبلغ زايتسيف الصحفيين بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية هو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا ولا ينطبق على ما تسميها موسكو عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف أن حلف الناتو يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا لكنه يبذل قصارى جهده لمنع حدوث ذلك. أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بإجماع أعضائه أكد فيه دعمه القوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في سعيه إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. يعكس البيان الذي أعدته النرويج والمكسيك والهادف لدعم وساطة غوتيريش موقفا موحدا لمجلس الأمن للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. غادرت حافلة ثالثة
تقل 23 مدنيا مجمع أسفوستال مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية الذي تحاصره القوات الروسية. ويأتي ذلك في أعقاب نقل أعداد من المدنيين من المجمع إلى بلدة تسيطر عليها القوات الروسية. وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجلاء نحو 500 شخص من مجمع أزوفستال ومدينة ماريوبول الأوكرانية والمناطق المحيطة خلال عملية مشتركة بين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربا عن أمله في أن يسفر التنسيق المتواصل بين موسكو وكييف إلى المزيد من وقف الأعمال القتالية لأغراض. أعلنت كييف تسلمها 41 شخصا بينهم 11 امرأة في تبادل أسرى جديد مع روسيا بدون كشف عدد الروس الذين تم تسليمهم لموسكو. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريتشوك أن المفرج عنهم 28 عسكريا و13 مدنيا. هذا وتم تبادل العديد من الأسرى بين كييف وموسكو منذ بدء العمليات العسكرية، وجرى آخر تبادل في 30 من أبريل وشمل 14 أوكرانيا. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التوقيع على شحنة أسلحة جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القادمة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن شحنة الأسلحة الجديدة ستشمل على الأرجح مزيدا من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بأنها واثقة من أن الاتحاد الأوروبي سيوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. وأضافت في مؤتمر صحفي أنها واثقة من أنهم سيضعون هذه الحزمة على المسار الصحيح. ولفتت فوندرلاين إلى أن الأمر ربما يستغرق أكثر من يوم إلى أنهم على الطريق الصحيح. أفادت مصادر أوروبية أن سفراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. وكشفت المصادر أن 6 دول أعضاء أعربوا عن اعتراضهم على جوانب مختلفة من الحظر النفطي المقترح بالعقوبات. كذلك اعترضت بلغاريا وتشيك والمجر بشكل رئيسي على الجدول الزمني لتنفيذ الحظر النفطي، في حين أن اليونان ومالطا وقبرص لديها مشاكل مع الجوانب المتعلقة بنقل النفط الروسي من جانب السفن التي ترفع أعلامها. قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي، بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. وفي تصريحات لأوربان أفادت بأن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يناسب مصالحها. أفاد مسؤولون في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو بأن نحو 25 مليون طن من شحنات الحبوب عالقة في أوكرانيا وغير قادرة على مغادرة البلاد. يأتي ذلك بسبب تحديات البنية التحتية وإغلاق موانئ البحر الأسود بما في ذلك ماريوبول.
وقالت فاو إن الحصار ينظر إليه على أنه عامل وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت مستوى قياسيا في مارس في أعقاب العمليات الروسية بأوكرانيا قبل أن تتراجع قليلا بأبريل. وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للضرب العالم بموسم أو للذرة في العالم بموسم 2020-2021 وسادس أكبر مصدر للقمح وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولية. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 3,187,000 لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وذكرت الوكالة أن نحو 24,600 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس مقابل 25,000 لاجئ في اليوم الذي يسبقه. افتتحت بولندا ودول البلطيق خطا جديدا لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتل في خطوة هامة تستهدف تقليل الاعتماد على الغاز الروسي. خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز ببولندا وليتوانيا سيمكن من نقل حوالي 2 ملياري متر مكعب من الغاز سنويا في أي من الاتجاهين، وذلك بفضل الترابطات الموجودة بالمنطقة. ستتمكن لاتفيا وإستونيا وفنلندا من الوصول إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع. قال مستشار منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة لحماية الطفل بأوروبا وأسيا الوسطى أرون جرونبرغ إن المنظمة تتوقع أن يصل عدد الأيتام وضحايا العنف من الأطفال بأوكرانيا إلى عشرات الآلاف. وأضاف جرونبرغ في مؤتمر صحفي أن يونيسف تدعم 12 فريقا متنقلا مخصصا للعنف في الشرق الأوكراني، وأشار إلى أن هذه الفرق عملت حتى الآن مع 700 حالة من النساء والأطفال من حيث الرد على استفسارات وتقارير محددة متعلقة بالعنف هناك. وتبع أن هناك أطفالا ما زالوا في مؤسسات لم يتم إجلاؤهم داخليا أو خارجيا، كما أن هناك أطفالا في مرحلة التبني في رعاية العائلات التي توقفت مدفوعاتها مؤقتا، وكذلك عدد كبير من الأطفال في ترتيبات الوصايا. أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوجه تحذير يوم القيامة إلى الغرب خلال قيادته الاثنين لاحتفالات الذكرى 77 انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الاحتفالات ستتضمن طيرانا استعراضيا فوق كاتدرائية القديس باسل، ستشارك فيه لأول مرة منذ عام 2010 طائرة القيادة الـ80 أو طائرة يوم القيامة التي صممت لتحمل كبار القادة والضباط الروس في حال نشوب حرب نووية. And I understand that Russia would like to have a parade for the victory day. Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать эту ситуацию, возможно, принять со стороны России в ходе специальной военной операции. Und diese Solidarität werden wir auch weiterhin leben gegenüber der Ukraine.
حذر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن قارة إفريقيا تواجه أزمة غير مسبوقة على خلفية الأزمة الأوكرانية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا ريموند جالبان خلال مؤتمر صحفي، قال إن الأزمة غير المسبوقة بالنسبة للقارة السمراء قد تتسبب بانخفاض في النمو الاقتصادي بالقارة، والذي من المفترض أن يرتفع قليلا هذا العام بعد جائحة كورونا. وأشار إلى أن ملايين الأسر في القارة الإفريقية ستواجه صعوبات مالية. من جانبها أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إزياكونو أن بعض البلدان الإفريقية يستورد ما يصل إلى 80% من القمح من روسيا وأوكرانيا، لافتة إلى تأثر هذه الواردات في ظل الأوضاع الحالية. أظهرت بيانات رسمية تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس. أرجعت البيانات هذا التراجع إلى القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب بأوكرانيا وما نتج عنها من تعطيل سلاسل التوريد وجعل من الصعب تلبية الطلبيات. تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متجهة نحو تسجيل أسوأ أسبوع لها في شهرين بسبب خشية المستثمرين من الحاجة إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع. وانخفض المؤشر ستوكس 60 مع الأوروبي 0.6%، وكانت أسهم قطاع السفر والترفيه وتكنولوجيا أكبر الخاسرين. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. يعني بداية دكتور عبد اللطيف وبعد التحية، أزمة اقتصادية يعيشها العالم بأسره ونتابعها من خلال بيانات رسمية يومية من مختلف دول العالم تتحدث عن ارتفاع التضخم وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من المؤشرات، كيف ترى ذلك؟ تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. أولا يعني نحن نتحدث عن دولتين يملكون أكثر من 40% من الإنتاج العالمي ما يتعلق بموضوع الحبوب كالقمح والشعير والذرة وزيت الصويا، فبالتالي تعطل الإنتاج أو في الذي يحدث على سبيل المثال 25% من الانتاج يدخل في مناطق الاراضي السوداء يسمى في منطقه اوكرانيا القمح، فهذه مناطق تسيطر على الانتاج العالمي بشكل اساسي، فبالتالي عدم قدره اوكرانيا للتصدير نتيجه الحرب وايضا سيطره روسيا على الموانئ التي تخزن فيها الحبوب وايضا المقاطعه من هنا وهناك والقلق العالمي، اولا قلل من كميات الغذاء المحتمله للدول بشكل عام، وأيضا أدى إلى رفع الأسعار، فبالتالي الدول غير قادرة على توفير الكميات وغير قادرة على توفير الأموال المطلوبة لسد حاجاتها. نعم، إذن يعني دكتور عبد اللطيف كيف تنظر إلى السيناريو القادم قريبا بالنسبة لي يعني احتياجات ليس فقط الدول الكبرى ولكن أيضا الدول الإفريقية ومناطق العالم من احتياجات الغذاء؟ الحقيقة أنا يعني ممكن الإطلاق يعني الكلمة أن العديد من الدول إفريقيا أو دول آسيا الفقيرة دول مدمنة على المساعدات، تعود أن تصل المساعدات أو تحصل على الكوموديتيز أو السلع الرخيصة، ولكن في حالة الحرب هناك العجز في الميزانيات، عجز في توفير الغذاء، أيضا عجز هذه الدول يعني ضعف عمليات التخزين، لأن هذه الدول ليست لديها قدرات للتخزين نعم. لفترات طويلة للمواد الغذائية، فبالتالي ستعاني من مجاعة أو انهيارات في المستويات الغذائية. يعني هناك ارتفاع لمعدلات الجوع في العالم، معدلات الفقر، فبالتالي نحن أمام كارثة إنسانية إن لم يكن هناك تدارك لهذه العملية ومحاصرة لحالة الحرب والقلق في الأسواق الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية. نعم، ماذا بشأن أيضا الفائدة وتأثير ارتفاعها على اقتصاديات العالم؟ طبعا
طبعا هاي رفع الفائدة هو عبارة عن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مديونية عالية جدا تصل إلى 30 تريليون، وتم طباعة الأوراق المالية بشكل كبير في عهد الرئيس السابق وعهد الرئيس الحالي لسد احتياجات السوق، ولكن هذا أدى إلى حالة من التضخم عالية. رفع هذه الفائدة من قبل البنك الفيدرالي هذا يعني عجز أو عدم قدرة المؤسسات على الاستلاف من البنوك أو الاستقراض نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، فبالتالي هو يخفف من عمليات الاستثمار، يرفع من معدلات البطالة، يخفف من أيضا من مستويات الاستهلاك نتيجة الغلاء الفاحش في هذه الدول، سواء تحدثنا عن أوروبا أو عن الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مضاعفة في بعض الدول لأسعار الطاقة لأسعار السلع، فبالتالي أنا أعتقد أن هناك أزمة اقتصادية عالمية، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحرب الأوكرانية ومن خلال ما يحدث يتصدر أزمتها العالمية للأسواق الأخرى وللدول الأخرى، كما حدث في أزمة العقار التي أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية نتيجة استثمار البنوك في الأوروبية على سبيل المثال في الأسواق، فبالتالي الأسواق الأمريكية، فبالتالي يجب أن يكون هناك الحذر في عملية التعامل مع الدولار، وأن يكون هناك متابعة حثيثة لتشكيل خلايا أزمة في موضوع الغذاء والموضوع المالي والاقتصادي والبنكي في كل دول العالم التي تعي معنى الكارثة وتعي معنى الأزمة. نعم، الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وظلت العملة الأمريكية مرتفعة وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من أقرانه لوقف التضخم. وارتفع مؤشر الدولار 15% في ساعات التداول الأوروبية ليسجل أعلى مستوى في 20 عاما عند 104.7 نقطة. أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس مشروع قانون لمجلس الشيوخ الأمريكي من شأنه أن يوفر الأسس القانونية لرفع دعاوى قضائية ضد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بسبب العواقب المحتملة لهذا الإجراء. وأوضح البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن الآثار المحتملة والعواقب غير المقصودة لهذا التشريع تتطلب مزيدا من الدراسة والمداولات. كانت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد تقدمت بقانون عدم السماح بوجود تحالفات لإنتاج وتصدير النفط، والذي من شأنه أن يسمح برفع دعوى قضائية ضد أوبك على أساس سلوك مكافحة الاحتكار والتلاعب في السوق. And I appreciate him giving me this opportunity and it's another reason why I think we are also. أكدت الخارجية الصينية أن العقوبات لا يمكن أن تجلب سلاما، ولكنها ستؤدي فقط إلى تردي الوضع الاقتصادي العالمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنه يتعين على الولايات المتحدة التي يمثل اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم أن تفعل المزيد من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الصيني أن بلاده على استعداد للعمل مع كافة الأطراف للمساهمة في تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية وتشجيع الجهود الرامية إلى زيادة الثقة العالمية في التنمية. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قالت إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في إبريل بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس وانخفضت بفضل الزيوت النباتية والحبوب. وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا في المتوسط 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 بعد تعديل بالزيادة في مارس. وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب خفضت فاو بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2022 إلى 782 مليون طن من 784 مليون الشهر الماضي. نشرة التاسعة ما زالت متواصلة ونتابع فيها.
خرق قواعد إغلاق كورونا والأزمة الاقتصادية يقودان حزب المحافظين البريطاني لخسارة في انتخابات المحلية. تكبد حزب المحافظين في بريطانيا خسارة في الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا. أسباب عدة لخسارة حزب المحافظين المنتمي له ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من بينها خرق جونسون لقواعد الإغلاق المتعلقة بكورونا إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دفع ثمن خرقه قواعد الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا مع إعلان تكبد حزبه المحافظين خسارة الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخراً. نتائج متوقعة ترافقت مع أزمات اقتصادية تعيشها بريطانيا تتعلق بغلاء المعيشة وارتفاع مستويات التضخم، وتشير النتائج إلى غضب عارم تملك الناخبين بسبب سلسلة من الفضائح كان بطلها رئيس الوزراء جونسون. ففي واندزوورث معقل المحافظين منذ عام 1978 جاءت النتائج ضد جونسون وحزبه، وفي منطقة بارنت خسر حزب المحافظين النتائج أيضاً رغم فوزه بها في جميع الانتخابات الماضية. نتائج الانتخابات وخسارة حزب المحافظين للمجالس الرئيسية في لندن ستزيد الضغط على رئيس الوزراء الذي يسعى للبقاء في السلطة، كما أوضحت تهديد المعارضة له والتي أظهرت تقدم حزب الليبراليين الديمقراطيين. جونسون غير وجه السياسة البريطانية التقليدية بعد فوزه في الانتخابات العامة قبل 3 سنوات، وتعهد حينها بتحسين مستويات المعيشة في المناطق الصناعية في وسط وشمال إنجلترا، وهو الأمر الذي لم يشعر به المواطنون. الانتخابات ستقرر مصير ما يقرب من 7,000 مقعد في المجالس المحلية، بما في ذلك جميع المقاعد في لندن وأسكتلندا وويلز، وثلث المقاعد في معظم بقية أنحاء بريطانيا. أبرم الحزب الاشتراكي الفرنسي اتفاق تحالف مع حزب فرنسا اليساري لخوض الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل. بذلك الاتفاق الذي وافق عليه الخضر والشيوعيون في وقت سابق الأسبوع الماضي تكون هذه هي المرة الأولى التي تتحد فيها صفوف اليسار الفرنسي منذ 20 عاما. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 30 آخرين جراء انفجار في فندق ساراتوغا بوسط العاصمة الكوبية هافانا. واستبعد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن يكون الانفجار ناجما عن قنبلة، فيما أوضح حساب المكتب الرئاسي الكوبي أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز. قال مسؤولون إن آلاف الأشخاص الذين طلب منهم إخلاء بيوتهم مع اقتراب أكبر حرائق غابات مشتعلة بالولايات المتحدة اختاروا البقاء والدفاع عن المنازل التي تعود لأجيال في جبال شمال نيو مكسيكو وفي مقاطعة مورا التي يبلغ عدد سكانها 4,500 نسمة. بقي حوالي 60% من السكان في المناطق المشمولة بأوامر الإخلاء في مجتمعات زراعية تعود إلى قرون. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال إن بلاده ستخفف المزيد من القيود الحدودية الصارمة المفروضة لمكافحة انتشار جائحة كورونا الشهر المقبل. وأعرب كيشيدا عن أمله في أن تخفيف القيود قد يشجع الاستثمار الأجنبي. وبدأت اليابان في تخفيف القيود الحدودية في مارس الماضي، وفي شهر أبريل الماضي رفعت الحد الأقصى على الوافدين الدوليين أو الوافدين الدوليين ليصل إلى 10,000 شخص يوميا. علاوة على ذلك فقد تم السماح للعمال الأجانب والطلاب بدخول البلاد فيما لا تزال الحدود مغلقة أمام السياح الأجانب.
أعلنت الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وقال أحد مسؤولي اللجنة الوطنية للصحة بالصين وو ليانغ يو، قال إن وضع فيروس كورونا في البلاد يتحسن ولكنه لا يزال معقدا وخطيرا. صفر كورونا شعار رفعته الحكومة الصينية من أجل مواجهة تزايد حالات الإصابة بالفيروس الذي عاد ينتشر بشكل كبير في الدولة ذات التعداد السكاني الكبير. ورغم حالة الغضب التي تسيطر على العديد من المواطنين، إلا أن الحكومة الصينية أكدت استمرارها في الإجراءات المفروضة لمواجهة الفيروس، خاصة أن الوضع على حد وصف قطاع الصحة الصيني ما زال معقدا رغم انخفاض عدد الإصابات نسبيا. السلطات الصينية أعادت ملايين الأشخاص في بكين إلى العمل عن بعد، مع إغلاق عشرات من محطات قطارات الأنفاق بعد عطلة وطنية، فضلا عن إجراء فحوص جماعية للمواطنين من أجل الاكتشاف المبكر للفيروس ومنع الانتشار. كما قررت الصين إغلاق أحياء بأكملها في العاصمة بسبب تزايد الإصابات، وهو الأمر الذي دفع قادة البلاد للتهديد باتخاذ إجراءات ضد منتقدي سياسة صفر كورونا، وهي السياسة التي تعودها السلطات الملجأ الوحيد لعدم تكرار سيناريوهات كورونا السيئة التي ضربت أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم. اللجنة الوطنية للصحة بالصين أكدت أن أقاليم ليونينغ وتشينغيانغ من بين أماكن أخرى أبلغت في الفترة الأخيرة عن حالات تفشي جديدة لفيروس كورونا مع عدم اتضاح مصادر العدوى، مؤكدة أن مخاطر الانتكاسة لا تزال قائمة وأن الصين بحاجة إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع بؤر التفشي المحلية وتحسين تدابير السيطرة على المرض في الوقت المناسب. وهو الأمر الذي يؤكد أن الصين ستزيد من الإجراءات الوقائية للوصول إلى هدفها الرئيسي صفر كورونا. أعلن منظمو دورة الألعاب الآسيوية تأجيل فعاليات الدورة التي كان من المقرر إقامتها في مدينة هانغتشو الصينية في شهر سبتمبر القادم لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا. وذكر المجلس الأولمبي الآسيوي أنه تم اتخاذ قرار التأجيل من قبل جميع الأطراف المعنية بعد دراسة متأنية لوضع الجائحة وحجم الألعاب، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الألعاب في المستقبل القريب. وكان من المقرر إقامة الألعاب التي تجتذب أكثر من 10,000 رياضيين من أنحاء المنطقة في الفترة من 10 إلى 25 من شهر سبتمبر القادم، لكن تم تأجيلها حيث تحاول الصين القضاء على عودة ظهور عدوى كوفيد-19 في عدة أجزاء من البلاد. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وأوضح المركز الإعلامي أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون التعليم، مشددا على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، وذلك مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات. أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 1,454,000 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك منذ انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم. وأوضحت الصحة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض. كما تشمل المبادرة أيضا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة.
فاز البريد المصري للعام الثاني على التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي تعاونيات البريد السريع على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي بعد تطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بمعايير الاستعلام والتسليم الدولية. جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة لتعاونيات البريد السريع المنعقدة بمقر اتحاد البريد العالمي بالعاصمة السويسرية بيرن. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي قيم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بتنفيذ ورشة تدريبية تفاعلية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار الشراكة بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولية. وقد ناقش المشاركون من الشباب المقبل على الزواج مجموعة مختلفة من المعلومات والمهارات والأدوات التي تساهم في تماسك الكيان الأسري، ومنها معايير وأسس اختيار شريك الحياة ومهارات التواصل وحل المشكلات الأسرية. تتواصل فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالغردقة، حيث نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة احتفالا بعيد الفطر المبارك. من جانبه أشار مدير عام منتجعات سياحية بالغردقة علاء الدين محمود بأن المنتجعات السياحية تحرص دائما على خلق جو ترفيهي، لافتا أنه تم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بتنظيم احتفال شعبي لنزلاء الفنادق من المصريين ومشاركة السائحين الأجانب. مصر غنية بثرواتها السياحية، أنا في أحد هذه الثروات، أنا في الغردقة. الغردقة مدينة عالمية بمواصفات مصرية، لو شفتوا سعادة السياح ومفيش مكان لقدم، ويمكن كمان عرفت أن الأسابيع القادمة كلها محجوزة، الكل يبحث عن مكان في هذه البلد الجميلة. جو في الغردقة جو رائع، وكل الأماكن هنا يعني احتفالات رائعة وجو حلو جدا بالنهار وبالليل، ولا حر ولا برد. احنا الأسرة كلها سعيدة جدا يعني في وجودنا في الغردقة. كذبت عروض الرجل الطائر السائحين من المصريين والأجانب من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وتميز العارضون فيما يعرف بالفلاي بورد بالإتقان التام والمهارة العالية في أداء حركاتهم في الهواء باستخدام ضغط المياه، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية في جو احتفالي رائع خلال إجازات عيد الفطر المبارك، كما تشهد الفلاي بورد إقبالا من السائحين والمصريين لتجربتها. عندنا إقبال شديد جدا بالنسبة للناس، بالنسبة للأجانب أكتر تحديدا بيحبوا يستخدموا الفلاي بورد، ان هي لعبه مشهوره جدا في اوروبا. لما بنعمل الشهات المصريين بيتشدوا لها جدا برضو، وبيحاولوا يستخدموها كمان على المستوى الشخصي بتاعهم. اختتم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعدادا لمباراه وفاق ستيف الجزائري في اطار ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، والمقرر في 9 من مساء السبت على ملعب الأهلي والسلام. ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في 14 من مايو الجاري في الجزائر. وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة الرجاء المغربي، فيما تأهل وفاق سطيف لذات الدور بعد تخطيه الترجي التونسي. رمز من رموز الكرة المصرية استطاع بموهبته كلاعب كرة والتزامه أن يقود أكبر ناد في إفريقيا، حيث تولى رئاسة النادي الأهلي. قادته شخصيته الواثقة وملامحه المميزة لأن يكون ممثلا سينمائيا، وعلى قلة أفلامه التي اشترك بها فقد ترك بصمة كبيرة. إنه المايسترو صالح سليم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم.
صالح سليم رمز خالد من رموز رياضة المصرية، استطاع بموهبته الكروية الفذة وبراعته الإدارية بعد الاعتزال أن يحفر اسمه وسط العمالقة فصار أيقونة وأصبح اسمه مرادفا للنجاح. ولد المايسترو صالح سليم في 11 من سبتمبر من عام 1930 بالجيزة، عاشق كرة القدم منذ نعومة أظافره حتى التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي في عام 1944 ونجح في إثبات موهبته حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي، وكانت له تجربة احتراف خارجية في فريق غرادز النمساوي في موسم 1962-1963 ليعود بعدها مرة أخرى للنادي الأهلي حتى عام 1967 ويقرر بعدها الاعتزال. خلال مسيرته الكروية حقق صالح سليم مع الأهلي 11 بطولة دوري، كما توج بكأس مصر 8 مرات وسجل خلال مسيرته 101 هدف. أما على المستوى الدولي فانضم صالح سليم إلى المنتخب الوطني عام 1950 وقاد المنتخب للفوز بكأس الأمم الإفريقية في عام 1959، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 1960. مسيرة المايسترو مع الساحرة المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل سلك الطريق الإداري فتدرج بالأهلي حتى أصبح رئيسا للنادي الأهلي في عام 1980. ولم يكتف المايسترو صالح سليم بمسيرة الرياضية الحافلة وقرر خوض مغامرة التمثيل، حيث شارك في 3 أفلام مميزة هي السبع بنات، الشموع السوداء، الباب المفتوح. وفي مثل هذا اليوم من عام 2002 رحل المايسترو صالح سليم عن عالمنا تاركا خلفه إرثا رياضيا ومسيرة حافلة وضعته بين العظماء. ممثل موهوب ظهر في حقبة السبعينات والثمانينات كأيقونة للفنان الكوميدي المميز، قام بتمثيل العديد من الأدوار رغم وفاته في بداية الأربعينات من عمره. إنه الفنان الراحل محمد الشرقاوي. والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. هذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات والعواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصرية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.